السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم طلاب الصف الثامن، أهلا بكم بحصة جديدة من حصص الرياضيات. اليوم بإذن الله رح نكمل عن ضرب حد جبري في مقدار جبري. لضرب حد جبري في مقدار جبري يجب أن نوزع الضرب على الجمر، أي لإيجاد ناتج ضرب حد جبري في مقدار جبري نستخدم خاصية توزيع الضرب على الجمر اللي أخذناها بالوحدة الأولى. توزيع الضرب على الجمر حيث يتم ضرب الحد الجبري بجميع حدود المقدار الجبري. عندي حد جبري مضروب في مقدار جبري، بوزع هذا الحد على جميع الحدود داخل المقدار الجبري وبوجد الحل. زي ما حكينا بضرب الأرقام مع الأرقام وبضرب الرموز مع الرموز، والرموز المتشابهة في حالة الضرب تجمع الأسس. إليكم المثال التالي، مثال 2 صفحة 59. عندي أربعة، الأربعة عندي حد جبري مضروب في مقدار الخمسة سين. الخمسة ناقص سين هو مقدار جبري يتكون من حد واحد أول وحد ثاني. الحد الأول سين والحد الثاني سالب خمسة. بدي أنا أوجد ناتج هذا المقدار. كما قلنا نوزع الضرب على الجمر طبعا أو على الطرح. هنا بضرب الأربعة سين والأربعة بخمسة، يعني بتصير عندي أربعة ضرب سين ناقص أربعة ضرب خمسة. مرة أخرى أوزع الضرب على الجمر، هون في بينهم إشارة ضرب، بوزع الضرب اللي برا على جميع المقدار الجبري، يعني بحكي أربعة ضرب سين ناقص أربعة ضرب خمسة، أربعة ضرب سين ناقص أربعة ضرب خمسة، وزعت الأربعة، ضربت الأربعة بالسين وضربت الأربعة بالخمسة. الآن يجب إيجاد الناتج. نتذكر دائما أن الأولوية للضرب. أربعة سين، أربعة ضرب سين، أربعة سين ناقص أربعة ضرب خمسة عشرين. إذا ناتج المقدار الجبري هو أربعة سين ناقص عشرين، هو ضرب حد جبري في مقدار جبري يساوي أربعة سين ناقص عشرين. لو أنا حكيت لك بدي أتحقق إنه صحيح حكي صحيح الحل، طبعاً لما أخذ الأربعة برا عامل مشترك بضل عندي سين ناقص خمسة، إذا حلي صحيح. إذا ضرب الحد الجبري أربعة في المقدار الجبري سين ناقص خمسة يساوي أربعة سين ناقص عشرين. أربعة سين ناقص عشرين ينتج عند ضرب حد جبري في مقدار جبري مقدار جبري آخر. ننتقل إلى المثال الثاني. عندي سالب 2 سين مضروبة، عندي حد جبري مضروبة في مقدار جبري صاد ناقص 4 سين تكعيب. وزي ما حكينا بوزع الضرب على الجمع أو على الطرح. هنا سالب 2 سين بكتبها سالب 2 سين ضرب صاد ناقص 2 سين ضرب ناقص 4 زائد 8 سين. هون حكينا السالب ضرب السالب موجب، 2 ضرب 4 8، السين ضرب السين تكعيب تجمع الأسس، يعني سين قوة 1 ضرب سين قوة 3، 1 زائد 3 4. إذا 2 سالب 2
سين صاد زائد 8 سين قوة 4. مرة ثانية وزعت الضرب على القوس، سالب 2 سين ضرب صاد، سالب 2 سين ضرب سالب 4 سين تكعيب، السالب ضرب السالب موجب، 2 ضرب 4 8، وسين قوة 1 ضرب سين قوة 3. حكينا في حالة الضرب تجمع القوى سين قوة 4، إذا الإجابة النهائية سالب 2 سين صاد زائد 8 سين قوة 4. مرة أخرى لضرب حد جبري في مقدار جبري، نوزع الضرب على الجمع وعلى الطرح، ومن ثم نضرب العدد بالعدد والرمز بالرمز. وقلنا في حالة الرمز المتشابه في حالة الضرب تجمع القوى، زي هنا لما حكينا سين ضرب سين تكعيب، سين قوة 1 وسين قوة 3 تجمع القوى، 1 زائد 3 تساوي 4. الآن ننتقل إلى المثال رقم 3. عندي 3 ها زائد 2 لام ناقص 4 كاف لام ضرب 9 كاف تربيع. هون زي ما لاحظتوا إنه عملية الضرب بدل ما هي على اليمين على اليسار، لا فرق بين عملية الضرب إن كانت على اليمين القوس أو على يسار القوس، لأن الضرب هي عملية تبديلية. نجري نفس الخطوات، نضرب بالعدد الأول والثاني والثالث. لاحظوا هنا أن هذه المقدار الجبري يحتوي على 3 حدود جبرية. إذا يلا مع بعض نحكي 9 كاف تربيع ضرب 3 ها. ضربت 9 كاف في 3 ها، 9 كاف تربيع في 3 ها زائد 9 كاف تربيع، برضو ضربت 9 كاف تربيع في ضرب 2 لام زائد 9 كاف تربيع ضرب سالب 4 كاف لام. إذا ما قمت به فقط الآن وزعت 9 كاف تربيع على الحد الأول والحد الثاني والحد الثالث. الآن أقوم بإجراء العمليات الحسابية، العدد ضرب العدد، 9 ضرب 3 27، كاف تربيع ما في كاف بضلها كاف تربيع، الها ما فيها بتضلها ها. إذا 9 كاف تربيع ضرب 3 ها تساوي 27 كاف تربيع ها زائد عندي 9 ضرب 2، 9 ضرب 2 18، عندي كاف تربيع لحالها وعندي لام بحطهم بنزلهم. الأشياء اللي ما في أشياء أضربها بنزلها مثل ما هي، زائد عندي هنا 9 ضرب سالب 4 سالب 36، وكاف تربيع وكاف واحدة بجمعهم بصير كاف قوة 3، وعندي اللام بنزلها. إذا في ضرب الحد الجبري بالمقدار الجبري التالي نحصل على 27 كاف تربيع ها زائد 18 كاف تربيع لام ناقص 36 كاف تكعيب لام. وانتبهوا يا مس، لا يمكن جمع هذه الحدود، لا يمكن جمعها. ليش؟ لا أستطيع جمع الحدود إلا إذا كانت من نفس النوع، إلا إذا كانت من نفس النوع، إلا إذا كانت نفس النوع. يعني عندي كاف تربيع وها، كاف تربيع ولام، هذا المقدار بيختلف عن هذا المقدار، بيختلف عن هذا المقدار. إلى هنا تكون حصتنا انتهت في هذا اليوم.
يعطيكم ألف عافية ورافقتكم السلامة، وأراكم على